انه هل كان يحيى السنوار كما الصوره التي نشرت عنه اسلامي متشدد، ام كان منفتحا اكثر وعلاقته جيده مع الفصائل الفلسطينيه داخل السجن؟ يعني حقيقه هو كان متدين بشكل تقليدي كل معنى الكلمه، لكنه لم يكن متزمتا في علاقته بزملائه بداخل المعتقل. على العكس من ذلك، كانت لديه مروحة كبيرة من العلاقات الاجتماعية بداخل المعتقل. كان يعني يمكن اعتباره من أكثر الشخصيات مرحة بداخل المعتقل. مرحا فعلا، رغم أن صوته يبين أنه كان لا يمزح. كان يعني حتى في 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 ممارسة بعض النشاطات الرفاهية الرياضية بداخل المعتقل كان رياضيا أيضا، وكان يتفاعل بكل المواضيع، ولا يوجد تابو أو اعتراض على أي موضوع يجري نقاشه مع يحيى السنوار. فقط كان متمسكا ومتطرفا بموضوع الأرض. كان علاقته ب قضيته كانت علاقة مركزية، حتى أنه عاصر في كل مرحلة اعتقاله مختلف أجيال الأسرى. يعني هو اعتقل 4 مرات في تجربته الاعتقالية. كانت الاعتقال الكبير هو في العام 1988، ومن ثم في البدايات كانت لديه أيضا مروحة كبيرة من العلاقات. هو عاصر الرعيل الأول في السجون العام 1982، كان متواجدا في السجن. هناك حادثة حصلت، أنه وهي في المرحلة الأولى من توقيفه التقى بمجموعة الأستاذ محمد دحلان في داخل المعتقل، وخرج من المعتقل. ومن ثم في العام 1988 عندما اعتقل مرة ثانية التقى بسفيان أبو زايد، أحد الزملاء الأسرى المحررين وأحد قيادات الأسرى أيضا بداخل المعتقل. وبالتالي هذه العلاقة المركبة ما بين الجيل الذي سبق العام 1985 والجيل الذي تبع هذه الممارسة، هو أيضا يختصرها يحيى السنوار بتجربته. وحتى في المراحل المتقدمة، اسمح لي دكتور نبيه فقط للتعليق، لأنه الآن نشاهد على الشاشة أمامنا كما تلاحظون أعزائي المشاهدين قصف وحرائق في منطقة صور. هذه الصور التي نشاهدها على الشاشة مباشرة من صور في القطاع الغربي لجنوب لبنان، وهي الصورة تتخذ من صور على ما يبدو هي في القطاع الغربي. سوف نتأكد منها مع مفادينا ومراسلينا بعد قليل ونناقش هذا الوضع. سؤال ثاني قبل أن ننتقل إلى الجبهة، دكتور نبيه، هل فعلا حاولوا أسلمتك يعني وأنت القادم من صفوف اليسار في السجن؟ فعلا، يعني في نهفة يمكن نسميها مع الشيخ صلاح شحادي، الشهيد القائد صلاح شحادي، هو مؤسس كتائب عز الدين القسام، ويحيى السنوار وأحمد الجعبري وأحمد غندور وحاتم صيام والقياديين الآخرين مروان عيسى كانوا يتبعون هذا الخط أو هذا المسار. أراد بأحد المرات الشهيد صلاح شحادي أن يقنعني بأن أصبح متدينا ملتزما كوني قادم من خلفية يسارية لبنانية. وبعدك شاب في مقتبل العمر، في مقتبل العمر، وكنت أصغر أسير لبناني في السجون الإسرائيلية 16 عاما فعلا. فأوكل المهمة إلى يحيى السنوار. عندما يأس الشيخ صلاح شحادي أوكل المهمة إلى يحيى السنوار. يحيى السنوار تقبل بشكل كامل فكرة أنني كما أنا وهو كما هو، وبقينا على علاقة جميلة ولطيفة. وبالتالي يعني هذا يدل على أن الموضوع بالنسبة له موضوع الانتماء للوطن أهم بكثير من أي انتماء آخر. حتى أنه في نظرته إلى لبنان وفي رأيه في لبنان كان ينظر إلى لبنان من خلال يعني العلاقة التي كانت تربطه بالأسرى اللبنانيين في داخل السجون، وتحديدا في سجن عسقلان. كان ينظر إلى لبنان كتجربة مقاومة، تماما مثلما كان ينظر إلى تجربة الأسرى القادمين من نابلس، من جنين، من رام الله، من باقة الغربية، ينظر أيضا إلى لبنان بنظرة انفتاح كما قلت فعلاً سابقا. فعلا، وحتى كان يسأل عن شارع الحمراء، كان يسأل عن لبنان، كان يسأل عن الحياة في لبنان. كان شخصية اجتماعية، شخصية شعبوية، مقربة جدا من هموم الأسرى، وكان متطرف جدا في موضوع المطالبة بحقوق الأسرى. في الفترات التي تسلم قيادة المعتقل على رأس قيادة حماس في داخل المعتقل وتحديدا في عسقلان، كان يحيى السنوار متمسك جدا في مطالب الأسرى ولا يساوم على هذه المطالب. على العكس من ذلك، يعني كان عنيدا في هذه المسألة، لأنه كان يعتبر بدرجة
حاجة أساسية، أن له الحق في أن يكون إذا كان أسيرا أن يكون أسير يتمتع بكامل حريته وبكامل حقوقه التي ينص عليها القانون. لكن أكثر ما كان يعني لافت في شخصية يحيى السنوار أنه عندما كان متواجدا في سجن عسقلان كان يعتبر أنه موجود في المجدل، هي القرية التي تهجرت عائلته من هذه القرية إلى منطقة مخيم خان يونس، وبالتالي اعتبر أن وجوده في هذا المعتقل هو موجود في أرضه، وكان كثيرا من الأوقات يمشي حافي القدمين في سجن عسقلان. وأكثر ما كان أيضا يلفت نظر يحيى السنوار عندما كانت في فصل، وهذا الأسرى بسجن عسقلان يعرفون الطقوس هذه جيدا، عندما كانت بيارات الليمون في منطقة الساحل الفلسطيني وتحديدا في عسقلان عندما كانت تحمل رائحة العطر إلى سجن عسقلان، كانوا الأسرى يعتبرون أنفسهم بهذا العطر بهذا الشذى الموجود فعلا كأنهم في بيوتهم. لذلك كانت هذه الشخصية المتمسكة بمطالب الأسرى بنفس القدر المتمسكة بالعلاقات الاجتماعية بداخل المعتقل. دكتور نبيه، أنت مطالب إذا كان يحيى السنوار كتب رواية الأسرى إلى حد معين في القرنفل والشوك، أنت مطالب بوضع كتاب حول تجربتك معه، لأنه عندك قصص كثيرة ترويها، وكنت أود أن يتسنى لنا الوقت أن نحكي أكثر عن هذه القصص لنعرف أكثر شخصية يحيى السنوار.